أتوجه لحضراتكم من قناة العيون وإليكم أبرز العناوين. في أبرز عناوين النشرة، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمدينة طنجة. ومن قليميم وبجدور نرصد الانتظارات الساكنة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وبالعيون يوم دراسي طبي حول أمراض الأذن. أهلا بكم. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم صلاة الجمعة بمسجد أبو عبيدة ابن الجراح بمدينة طنجة. وقد استهل الخطيب خطبتي الجمعة بالتذكير بأن المولى عز وجل خلق الإنسان وحبب إليه الأوطان وامتن عليه بتذليل الأرض التي أسكنه فيها لمعاشه. وأشار الخطيب إلى أن حب الوطن من أفضل الخصال وأحد أوصاف أهل الكمال، بل به تقاس منازل النساء والرجال، مذكرا بأن نصوص الشرع كتابا وسنة جاءت مجتمعة على أن حب الوطن من سليم الفطرة، وأنه معروف في سير الرسل، وهم أكمل رجال أزمانهم وفطرتهم، وأنقى فطرة وأبعدها عن كل شائبة. وابتهل الخطيب في الختام إلى الله عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وينصره نصرا عزيزا، ويعز به الدين، ويرفع به راية المسلمين، بأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد جلالته بشقيقه صاحب الجلالة السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته الفقيدين المصلحين جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثارهما ويكرم مثواهما ويسكنهما فسيح جناته. ترأس السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يوم أمس الخميس بمقر الأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في إطار جهود مكافحة الإرهاب، بحضور نائبي وزيري خارجية جورجيا والفلبين وممثلي عدد مهم من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني. عمر هلال أبرز خطورة موضوع الاجتماع في ضوء التهديدات الإرهابية المتنامية، مشددا على ضرورة وضع سياسات وقائية للكشف والرد عن هذه المخاطر، وأضاف إلى أن هذه السياسات لن تكون فعالة إلا إذا كانت تندرج ضمن استراتيجيات منسقة على المستوى الوطني وترتكز على تعاون إقليمي وجهوي لأهمية خاصة إلى تعزيز القدرات. في موضوع آخر، لساكنة قليميم انتظاراتها من المحطة الانتخابية التشريعية المقبلة انتظارات نرصد لها من خلال هذه المتابعة لحافظ محضار وأبو جمعة الزاوي. كما باقي الأقاليم الجنوبية تترقب قليميم استحقاقات 7 أكتوبر القادمة، موعد آخر مع التاريخ لاختيار أشخاص يتوسم فيهم الناخبون حسن الأداء البرلماني. لوائح انتخابية تتنافس في هذا الاقتراع الثالث في ظل الدستور الجديد للمملكة، أملا في الظفر بمقاعد في قبة البرلمان لتمثيل الإقليم والدفاع عن انتظارات ساكنته المحلية. هذا المرشح الذي يكون لا يترشح لا يكون فيه النزاهة ويكون فيه المعقول باش يخدم هذه البلاد، وهذه البلاد شوية خاصة تطلع شوية، لأن هذه البلاد راه شوية ما بقاتش كما كانت في السابق، وكنتمنوا هاد المرشحين باش يكونوا عند حسن ظن الساكنة. تمنوا ولمن إلى الله تبارك وتعالى أن هذا الناس المتقدمين لهذه الانتخابات اللي على الأبواب أنهم تكون عندهم أهداف معينة لصالح الشعب، لصالح الشعب وصالح السكينة وصالح أهل البوادي، واللي لا نوصيهم على أنه أي واحد قبض بلد
خاص يعود مسؤول عنه. نتمنى من هذه الانتخابات البرلماني اللي ترشحوا دريك يعدلوا ان شاء الله افاق ياسر الشباب اللي دور يتخدم بخصوص مدينه قليميم اللي تعاني ياسر من البطاله، ومن ناحيه الصحه ومن ناحيه التعليم وياسر من المسائل اللي خاصه ياسر هذه مدينه قليميم. نتمنى ان شاء الله خير. نتمنى الحمد لله في الدستور الجديد ديال 2011 وهالتعليمات اللي عطى سيدنا باش يكونوا المنتخبين في حسن الظن ويكونوا في المستوى ويكونوا يتصمتوا للساكنه ويعرفوا المنطقه اش كتعيش من مشاكل ومن تحديات ومن كذا، باش هذا هو اللي كنتمنى انا بعد من هاد المترشحين، وحنا نتمناو الخير. كما كنعرفوا الجنوب المغرب خصوصا مدينه قلميم عندها نسبه كبيره من الشباب اللي كيعاني من البطاله، ونتمناو ايضا من هاد المنتخبين يعطونا فرص للشغل للشباب وايضا للعاطلين الغير اللي ما عندهمش شواهد عليا بحال اللي يديروا لوزينات بحال اللي يديروا شركه ديال الخدمه. وايضا من الناحيه الاجتماعيه نتمناو انه يكون تواصل مع الفئه الهشه والفئه الشعبيه. 16 لائحه انتخابيه تمثل مختلف الالوان والاطياف السياسيه تخوض غمار هذه المحطه السياسيه للفوز بمقعدين مخصصين للاقليم. تنافس ستحسم اختيارات الناخبين الذين ستكون لهم كلمة الفصل في 7 أكتوبر القادمة. في نفس السياق وبإقليم بوجدور انتظارات متعددة للساكنة من الاستحقاقات الانتخابية لـ7 أكتوبر المقبل، تشتمل مجالات مختلفة خاصة منها تأهيل المنطقة للاستفادة من مؤهلاتها الطبيعية خصوصا في مجال الصيد البحري. روبورتاج بريغن العروسي ومحمد شعر. قطاع الصيد البحري يعد إحدى الروافع الأساسية للتنمية الاقتصادية بالإقليم بالنظر للإمكانيات الهائلة التي توفرها سواحل المنطقة من حيث غناها بالثروات السمكية المتنوعة ذات الجودة العالية. كل المواصفات مطروحة لتحقيق التنمية، والقطاع لا زال يتخبط في جملة من المشاكل. مهنيو قطاع الصيد التقليدي يتطلعون إلى الاستحقاقات الانتخابية لـ7 أكتوبر المقبل كموعد آخر لانتقاء كفاءات مؤهلة قادرة على تحويل تطلعات المنطقة إلى واقع ملموس، خاصة جملة الحاجيات والخدمات الأساسية التي لا زالت تفتقر إليها المدينة. المطلوب من هذه النخبة هي إعطاء الأولوية للشباب، إعطاء الأولوية للتشغيل، إعطاء الأولوية للبنية التحتية من أجل شفرة العطالة والبطالة ومن أجل الرفع من مستوى عيش الساكن وجدو. كانت طالبوا يعني مطالب يعني وزينات شركات، يعني لا لقيت عيلة خطا البحر راه ما كاينش فيها خدمة الشباب هذا، لا خدمة شي حاجة ما قاعدة البحر، يعني كيحبس شهر سيمانة يعني ما كيلقاوش شي خدمة هاد الشباب هذو. مهنيو قطاع الصيد البحري المتتبعون بعين المراقب يؤكدون أن هناك مشاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة المحلية. ومن قابلناه من المهنيين يعبرون عن انتظارات كبيرة تهم بالأساس التشغيل والصحة والبنية التحتية المرتبطة بقطاع الصيد البحري. بطبيعة الحال خاصنا بلاصة ديال منطقة صناعية ديال الحوت خاصة بالحوت باش ما يبقى المشاكل مع الجيران ومع المشاكل ديالهم وسميتو، والأمور راه بخير وعلى خير الحمد لله. نتمناو من هاد الناس المرشحين اللي غيطلعوا للبرلمان يدافعوا على هذا الإقليم باش يمتص البطالة ويتفعل الحي الصناعي والتعليم، راه كاين مشكل في التعليم، مشكل في الصحة، مشكل ثاني كاين واحد المشكل اخر عندنا حنا تنعانوا منه، حنا اي وثيقه تنمشوا ليها حتى العيون. انتظارات كبيره يعلقها رجال البحر باقليم التحدي على المحطه الانتخابيه المقبله لاصلاح مجالات حيويه كالصحه والتعليم ومحاربه البطاله، فضلا عن تطوير قطاع الصيد البحري. إصلاح يقع اليوم بيد الناخبين لاختيار الأصلح والأنسب لتدبير شؤونهم المحلية. نظمت يوم أمس جمعية أطباء جهة العيون الساق الحمراء مائدة مستديرة حول أمراض الأذن في موضوع التشخيص والعلاجات، مبادرة تكوينية لتقريب الأطباء والممرضين من أحدث تقنيات التشخيص والاستشفاء. المزيد في ريبورتاج غالي الجارحي وتولاد البساتي. هو أستاذ بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، رئيس قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة.
تواجده بالعيون يأتي ضمن مبادرة لتعزيز التكوين المستمر وتتبع مستجدات الطب والجراحة. أمراض الأذن موضوع هذه المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية أطباء جهة العيون الساقية الحمراء لتقريب الأطباء في الطب العام والمتخصص والممرضين من التقنيات الحديثة للكشف عن الأمراض التي تصيب الأذن وطرق معالجتها. هذا الموضوع مهم جدا لأنه هو اللي كيمكن الأطباء خاصة الأطباء العموم والأطباء الاختصاصيين بالقيام الفحوصات ديالهم للأذن وأنهم يعرفوا بأش من مرض مصاب الأذن للإمكان أنه نديروا التشخيص المناسب والعلاج المناسب لهذا الأمر. وفي هذا الإطار فسنحاول ما أمكن باش نتم المناداة على أسئلة في مستوى عالي، والهدف دائما هو باش يحصلوا الأطباء في المنطقة على تكوين مستمر في مستوى جد جد عالي. حاولنا نعيط على الأستاذ اللي هو رئيس قسم مستشفى رئيس قسم جراحة الأذن والحنجرة في مدينة مراكش. اليوم كاينه واحد مائدة مستديرة اللي تشرف الأستاذ الكريم ديالنا السي عبد العزيز الراجي من المركز الاستشفائي محمد السادس من مراكش باش يقدم آخر ومجد في إطار الأمراض ديال الأذن والأنف والحنجرة وخاصة الأمراض ديال الأذن. وكما تلاحظوا كان هناك اهتمام كبير ديال الأطباء وكذلك الممرضين. برنامج التكوين المستمر في المجال الطبي مبادرة مهمة تسهر عليها جمعية أطباء جهة العيون الساقية الحمراء للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة على مستوى هذه الأقاليم وتقريب الأطباء والممرضين من جديد مهنتهم لضمان خدمة صحية في مستوى تطلعات المواطن. في إطار أنشطته الدينية والعلمية والتواصلية مع الساكنة، نظم المجلس العلمي المحلي للعيون يوم أمس لقاء تواصليا بمقر المجلس مع فئات مختلفة من شرائح المجتمع. تفاعل خلاله أعضاء المجلس مع أسئلة الحاضرين حول قضايا متعددة، وقدمت خلاله دروس علمية من باب العبادات والأخلاق، كما تم تقديم توضيحات حول عدد من الأمور الدينية التي قد تشغل بال المسلم في حياته اليومية والعلمية، وكل ما يتعلق بالوعظ إدراكا من المجلس بالأهمية البالغة لدروس الوعظ والإرشاد في تأطير المواطنين وتنمية وعيهم الديني وترسيخ مبادئ الإسلام وتعاليمه في نفوسهم. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر محرم 1438 هجرية ستكون يوم السبت 29 ذي الحجة 1437 هجرية الموافق لفاتح أكتوبر من السنة الجارية، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته. صور نهاية النشرة اخترناها لكم من منطقة إمتض القروية بإقليم قليميم. صور بعدسة يونس معاد والتوضيب لخالد التريكزي. نتوقف الآن مع جديد الصحف الوطنية الصادرة هذا الأسبوع في تقرير لعياد السرتي.
نستهل قراءتنا لجديد الصحف الأسبوعية من صحيفة الأيام، وكتبت: قدمت المملكة المغربية بشكل رسمي طلبها للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، حيث تكفل مستشار جلالة الملك محمد السادس الطيب الفاسي الفهري بهذه المهمة في لقاء جمعه مع رئيسة الاتحاد الإفريقي حاليا نيكوزانا دالاميني زوما بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى كلا الطرفين محادثات همت علاقة المغرب بمختلف دول الاتحاد والإضافة التي ستقدمها المملكة إلى الاتحاد الإفريقي. صحيفة برلمان كوم كتبت: استمع أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الخميس إلى عرض موجز حول آخر التطورات بمنطقة القرقارات جنوب الصحراء المغربية، ويرمي هذا العرض الموجز إلى بحث آخر التطورات بالمنطقة وعودة بعثة المينورسو. يذكر أن مجلس الأمن سبق له أن تناول هذا الوضع في اجتماعه بتاريخ 9 شتنبر الجاري، حيث بحث أشغال تعبيد جزء من الطريق الممتد على طول 3.8 كيلومترات على مستوى القرقرات. وأوضحت السلطات المغربية أن تلك العملية تهدف إلى تقوية المحور الطرقي كي يستجيب إلى تطلعات الأشخاص العاملين في مجال التجارة، ووضع حد لأنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة بالمنطقة. ومن صحيفة المشعل نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الأسبوعية، وكتبت: يواصل المغرب تعزيز حضوره في إفريقيا في مجال الأبناك بعد أن قررت إحدى المجموعات البنكية إنشاء فرع لها بدولة تشاد. وذكرت المشعل أن دولة تشاد تكون الدولة الإفريقية رقم 14 التي تتواجد بها هذه المجموعة البنكية. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة سلطانة الغويضي عن سن تناهز 42 سنة. المرحومة تنتمي لقبيلة أولاد تدرارين. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسروان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء ستكون عموما مشمسة بمجمل الأرجاء. درجات الحرارة نستهلها من مدينة الرباط 27 درجة، درجتان بسيدي إفني 28 درجة، بقليميم 32 درجة، بكل من آسا وزاك طنطان 24، طرفاية 24، سمارة 32، بكراع 30، العيون 28 درجة، بجدور 26 درجة، 32 درجة، بقلت زمور 34 درجة، بأم مضريقة 30 درجة، بالداخلة أوسر 38 درجة، القويرة 29 درجة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:47، أما الغروب سيكون على الساعة 7:34. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا: نواكشوط 42 درجة، وذيبو 38 درجة، زويرات 39 درجة، تندوف 34 درجة. نشرتنا لليلة انتهت، وهذا تذكير لأهم ما جاء فيها. تابعنا في عناوين نشرة الليلة: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمدينة طنجة، ومن قليميم وبجدور نرصد الانتظارات الساكنة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وبالعيون يوم دراسي طبي حول أمراض الأذن. قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الانترنت سناب تيف وإما، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعة العيون الداخل الجهويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوركاس.